جليل اخترعه عمانوئيل ليكون خادماً وراعياً لمدينة الجليل، يسلك ببساطة في حياة مملوءة قداسة. أصله كريم من بيت أصيل عاشق للصلاة في كل حين. ولد عام 1969 في أبوتيك بأسيوط، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة أسيوط بتقدير جيد جداً، وحصل أيضاً على بكالوريوس الصيدلة في منتصف التسعينات، وحصل أيضاً على بكالوريوس اللاهوت باليونان. نال نعمة الكهنوت عام 2013 ورسم كوموساً عام 2016. تم رسامته أسقفاً ثم ترقيته مطراناً في نفس اليوم، يوم 28/2/2016. معنا اليوم رجل الصلاة الهادي البسيط، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى الجديد، نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس. أهلا بنيافتك معانا سيدنا. أهلا بك. إحنا مبسوطين خالص سيدنا أن نيافتك موجود معانا النهاردة، بركة كبيرة خالص. ربنا يخليك، بس كلام المقدمة اللي قلتيها دي كلها مجاملات يعني. ربنا يخليك سيدنا. خلينا نبدأ بطفولة نيافتك. في كل حد فينا في إنسان بيأثر فيه في طفولته وبيكون ليه بصمة ليه، وبما أن نيافتك رجل صلاة وكريم بركة كبيرة سيدنا، مين اللي أثر في تكوين شخصية نيافتك من صغرك؟ يعني الحقيقة أنا تأثرت بمجموعة شخصيات مش شخص واحد. منذ البداية طبعا تأثرت بالوالد، كان أبونا تيموساوس وكان وكيل مطرانية في أبوتيج، وتأثرت بشخص نيافت الأنبا مرقس مطران أبوتيج السابق، أبوتيج وطمة وطحطة قبل ما تتجسم، وده كان بركة كبيرة. وهو المطران اللي لما كان راهب كان اسمه أبونا بشار البراموسي، هو اللي أخذ البابا كرولوس ودى الدير، كان لسه البابا كرولوس شاب. فلو اللي يتذكر في قصة بابا كرولوس، إن أنبا يؤنس سلموا لأبونا بشار البراموسي عشان يوصلوا لدير البراموس. ليه معجزات كتير وليه قصص كتير، وهو اللي كان رئيس الوفد اللي جاب جسد ماري مورغوس من روما وسلموا لقداسة بابا كرولوس على باب الطيار. تأثرت أيضا طبعا أبونا الحبيب الراهب القديس أبونا سأوفيليس محرقي، ده شقيق نيافة الأنبا إبراهام مطران القدس السابق، كان برضي أب اعترافي من يمكن وأنا في خمسة ابتدائي لغاية لما تنيح. أنا دخلت الدير مباشرة بعد النياحة بتاعته، كان في قصة يعني، هو قبل ما يتنيح قال خلاص روح الدير، كان هو أب اعترافي، كان يقول لي لا استنى شوية استنى شوية، لغاية لما جيت مرة قال لي روح خلاص، وبعدها مباشرة يمكن بأسابيع تنيح على طول. لسه نتكلم عنه كتير يا سيدنا. تأثرت بمجموعة من الخدام الكبار اللي كانوا في الخدمة عندنا وإحنا كنا أطفال. كان في شخصية كنت أحبها جدا، كان أمين الخدمة، كان اسمه الأستاذ مكرم كامل، حاليا اسمه أبونا بشوي كامل، كاهن عندنا وبرضه ماسك الخدمة. تأثرت بشخصيات مختلفة في الخدمة، دكتور نشأت، دكتور يوسف رشدي، أستاذ مراد، يعني في شخصيات كثيرة كانت عندنا في الكنيسة مؤثرة، تعلمت منها كثير وكنت أحبها كثير. كان عندنا قائد الكشافة اللي تعلمنا على أيديه كابتن مجدي، حاليا برضه كاهن أبونا أسناسيوس، أبونا أسناسيوس فريزج هنا في حلوان، في برشيد حلوان مع أنبا بسنتي، وهكذا يعني. كان في مجموعة كبيرة من الخدام تعلمنا على أيديه وتأثرنا بيها. سيدنا كلمنا عن أسرة نيافتك، أخوات نيافتك، الحياة اللي كنتوا عايشين فيها لما نيافتك كنت صغير. أنا قلت لحضرتك أن والدي أبونا تيموساوس الله ينيح نفسه كان وكيل مطرانية بعد نياحة الوكيل اللي قبله كان اسمه أبونا يوسف،
أبونا يوسف اتنيح سنة 78، فأبونا مسك من بعد ما جاء أمبندراوس في سنة 80. بعدين في الوالدة طبعا، بعد كده إخواتي، في اللي بعديه على طول حاليا أبونا صموئيل كاهن كنيسة العذراء، واللي بعديه أبونا تدرس. ده عيلة نيافتك كلها أساقفة، يعني نيافتك مطران وهم كهنة. مشكور الله. أبونا تدرس راهب في دير الجنادلة. بعدين في مينا القمص اللي هو الرسام بيرسم كنائس وكده. بعدين في مجار وخادم في الكنيسة عندنا، وأستاذ في خورس وكده. في بنتين في النص، دكتورة سوسانة صيدلانية، وفي مهندسة فيبي مهندسة أثار. دي الأسرة. طب سيدنا نيافتك، احنا عارفين ان نيافتك عاشق للصلاة وبتحب الصلاة، وسمعنا كمان ان نيافتك حافظ من صغرك يا سيدنا الأجبية كلها والألحان. ما كنتش حافظ طبعا، حفظت في الدير لما دخلت يعني. طبعا قبل ما ادخل الدير كنت حافظ بعض الصلوات، لكن ما كانش كله. لكن لما دخلنا الدير، يعني اي حد من الاباء من الرهبان بيدخل الدير مع الفترة ومع الاستمرار في الصلاة، لأن الصلاة في الدير أو خارج الدير بنصليها مرتين. بنصلي في صلاة المجمع في مع الآباء، بنصلي الصلوات الأجبية، وكل واحد ليه صلاة قانون خاص بيسموها صلاة المجمع وصلاة المخدع. فالاثنين، فالراهب بيصلي مثلا صلاة الساعة الثالثة مرتين، يصلي الستة مرتين، التاسعة مرتين. فمع كتر الصلوات داخل الدير الإنسان بيحفظ، مع الفترة بتتحفظ. طب نرجع شوية سيدنا بإذن نيافتك قبل دخول الدير، مرحلة الشباب، إزاي نيافتك مريت بمرحلة الشباب؟ أكيد كان في طبعا، هل كان في فكر رهباني، هل كان مفيش، هل كان في دراسة؟ لا، هو الفكر الرهباني يمكن احنا، أنا كان عندي شخصيا يمكن من ابتدائي أو من إعدادي، من لان احنا حبينا الرهبنه في شخص ابونا سوفيلس. كان راهب عايش معانا 24 سنه. انا عاصرته من خمسه ابتدائي، كنت في خمسه ابتدائي لغايه لما 2004، يعني كان ده مثلا من 79 ل 2004، فترته 25 سنه، ففتره طويله. فمن اول ما احنا ابتدينا نشوف في شخصيه الراهب البسيط العاشق للصلاة. نيافتك تأثرت بيها؟ طبعا، اللي ربنا بيشتغل معاه كتير، بيتمجد على أيديه في مواضيع كتير. فحبينا الرهبنة في شخص أبونا، والتزام الراهب إزاي، ومحبته للكنيسة إزاي، برنامجه اليوم إزاي، بيحب الكل إزاي، بيخدم الكل، يعني مواقف كتير حسينا شفنا فيه بستان الرهبان. من غير ما كنا لسه ما جريناش طبعا بستان الرهبان، لما ابتدينا نجرى بستان الرهبان لما كبرنا شويه، فوجدنا نموذج لهذا البستان في شخص ابونا. طب بالنسبه لسيدنا لحياه الكشافه، نيافتك كنت يعني مساعد قائد المجموعه الكشفيه في ابو تيج، فممكن نقول ان حياه القياده كانت من ساعتها، ولا نيافتك كنت تحب القياده من نيافتك وصغير او لما كبرت شويه؟ لا، هو الأمانة أنا ما كانش ليا في القيادة خالص. يعني تعلمت القيادة في الكشافة. يعني الكشافة أثرت في شخصيتنا كل، مش أنا لوحدي، كل زملائنا اللي كنا شغالين مع بعض. لأن إحنا كان القائد بتاعنا اللي هو أبونا أثناسيوس ده كان قائد في مركز الشباب، ولظروف معينة ساب مركز الشباب وابتدى كشافة في الكنيسة، وكان عنده خبرة إنه كان واخد مركز أول على مستوى الجمهورية كلها في مركز شباب، كان أول في مصر كلها، وكان المفروض انهم هيطلعوا يصفوا على مستوى الدول العربيه. لظروف ما ساب النشاط فجاه، فجه الكنيسه وابتدى ياسس نشاط كشافه. احنا ككنيسه ما كانش عندنا حد يسمع عن الكشافه. مركز شباب كان عندنا بعيد محذوف خالص، فكان ما حدش بيروح كتير مركز شباب من المنطقه اللي ساكنه حوالينا. لما جه هو ابتدى ياسس كشافه في الكنيسه، احنا حبينا كشافه من النشاط بتاعه والفكر بتاعه. ابتدينا ننضم شوية شوية، ابتدى يعمل لنا دراسة اعداد قادة ومحاضرات تدريبية ومعسكرات ورحلات وإلى آخره. وبرضي اختارني أبقى مساعد لقائد بعد فترة،
وبعد فترة هو نفسه ساب سافر القاهرة لظروف شغل وكده، فلقيت نفسي أنا اللي مسؤول، أنا قائد المجموعة. طبعا ما كنتش وحدي، كنا مجموعة كبيرة مسكين، لكن أنا لقيت نفسي اللي ماسك كل حاجة، يعني شايل الشيلة كلها، وهم كلنا بعد الكل بيساعد، لكن أنا اللي كنت رقم واحد يعني. فتعلمت حاجات كتير في الكشافة، يكفي إن الكشافة بتعلم الطفل الصغير اللي هو بيبقى في ابتدائي، بتطلب منه اعمل لي برنامج سنوي، او اعمل لي برنامج اجتماع، اعمل لي برنامج شهري. فبتعلم يعني يخطط، يعني يعمل برنامج ويحط ايتمز في تواريخ معينه، وابتدي يخطط للايتمز دي هعملها ازاي، عندي معسكر او اجتماع البرنامج بتاعه في ايه، وايه الفقرات اللي فيه، لو في ضيف هدعيه ازاي واتكلم معاه ازاي وهيقول ايه ويعمل ايه. فبتخلي الولد من هو صغير يبتدي يفكر ويخطط ويركز، وداخل مثلا على معسكر تنافسي بيتنافس مع مجموعة تانية، فيبتدي يحضر ايه وايه وسائل التنافس، ويبتدي تحط اسس تقييم للمعسكر او للمهرجان او المنافسة، يبتدي هو ياخد اسس تقييم ويبتدي يفندها بند بند، ودي هعمل فيها ايه ودي هعمل فيها ايه. فبتخلي تنشط المخ وتخليه الواحد يبقى منظم وبيخطط وبيفكر ويشوف هيعمل ايه في كل بند ويظبط كده. بالظبط. طب وحكايه الباميه ايه سيدنا في الكشاف؟ الباميه دي كانت في اول معسكر. اول معسكر طبعا كلنا ما لناش في شغل المطبخ يعني، كلنا بنرجع من المدرسه ناكل في البيت وكده. اول معسكر في حاجه في الكشافه اسمها الطهي الخلوي. الطهي الخلوي يعني بيعملوا حاجه بالطوب كده، نبني حاجه ونبتدي بالحطب بالفحم نولع ونحط الحله ونبتدي نطبخ فيها وكده. طبعا كلنا شباب جايين من اسر ما فيش حد فينا ليه طبيخ يعني في الطبيخ خالص ولا مطبخ، كلنا كنا ساعتها في اولى ثانوي يعني مش. فكان اللي بيعمل بيطبخ الباميه، فراح حط الباميه، كانت باميه الناشفه دي اللي معموله بالحبال بتاعتها خيوط كده، زمان كانت بتتحط في ما كانتش خضر. فحط الباميه بالحبال بتاعتها جوه الحله، واحنا بنطلع عنها كل هنا الفتل، الباميه كلها مربوطه بالفتل. كانت يعني قصص بتبقى كوميديه نتيجه عدم الخبره ونتيجه ان اول مره نعمل حاجه زي كده. يعني اللي بيعمل مكرونه مثلا غسل المكرونه وبعدين حطها، طبعا طلعت حله كلها كتله واحده وهكذا يعني. لكن بناكلها برضه. يعني مفيش بديل. لا، وبتبقى حاجه ظريفه، بتبقى ذكريات ما تتنسيش يعني، ان احنا عاملين حاجه بايدينا حتى لو وحشه هناكلها برضه. وبتعلم الشاب نفسه يبتدي يعرف الام بتتعب قد ايه في البيت. صح. لما يبتدي هو ينظف ويشتغل ويعمل خيمه ويعمل السكن اللي هيسكن فيه وينام فيه ويعمل الطبيخ اللي هيطبخه، يبتدي هو يبتدي يعرف ان الام مش قاعده في البيت ده مجرد تحط دوس على زرار يعمل الطبيخ، لا ده هي بتقعد تتعب عشان تطبخ. فبيعيش الظروف. طب سيدنا الدراسه بالنسبه لنيافتك، يعني نيافتك درست صيدله وزراعه ولاهوت، ونيافتك كنت عارف انك نيافتك قلت ان من ابتدائي كنت بتفكر في الرهبنه، كان ايه هدف نيافتك انك تدرس ده كله قبل الرهبنه ونيافتك عارف انك رايح الدير؟ يعني طبعا الدراسه لازم والعلم لازم، هو يعني في جزئيتين. الجزء الاول طبعا الدير ما بياخدش، او معظم الاديره ما بتاخدش الى حد يكون مخلص كليه، مخلص بكالوريوس. بس نيافتك عندك ثلاثه. لا، ما واحد بعد الرهبنه اللاهوت ده يعني اخدته وانا مطران، ابتديت فيه وانا راهب وخلصته وانا مطران. لكن الزراعه والصيدله انا دخلت كليه زراعه، لكن كان عندي هدف اني لما اروح الدير يكون عندي الدخل اللي يفتح اسره كويس. مش عاوز اروح الدير واشعر ان انا رحت الدير لان انا ما عنديش او انا ما اقدرش، لا، انا عاوز يبقى عندي دخل كويس يخليني لما اروح الدير ابقى متاكد ان اخذت القرار مش نتيجه عجز معين او نقص معين او احتياج معين. فلما دخلت كليه زراعه ما كانش في فرصه عمل مناسبه تجيب مرتب كويس، برضه كليه زراعه دخلها يعني محدود الى حد ما، هتشغل مدرس او تشغل حاجه زي كده
فجت فرصه، كان ايامنا يعني اتلغت القصه دي، اتلغت تقريبا على ما اتذكر 2002 2000 وحاجه زي كده 2001. كان في امكانيه ان طالب كليه الزراعه او كليه العلوم او كليه البيطري لو هو جايب جيد جدا ممكن يكمل كليه صيدله. وفي كلية زراعة مش كل التخصصات تخصصات معينة ان هو يكمل صيدلة. انا كنت تخصص نباتات زينة ونباتات طبية وعطرية، يعني النباتات اللي بتطلع منها المواد الكيميائية اللي بتستخدم في الطب في الأدوية يعني. فكان القسم ده هو احد الاقسام اللي بيدخل كلية الصيدلة في اللائحة بتاعت المجلس اعلى الجامعات. فلما شعرت ان الموضوع مش يعني مش هيوصلني الهدف اللي انا بفكر فيه، وجيت فرصه ان انا اكمل، كملت نيابه الصيدله. بالاضافه في نقطه تانية كنت حاطط في ذهني، لسه ربنا ما شاورش بالظبط، انا عندي الرغبه اني اترهبن بس لسه ربنا ما شاورش ان هدخل في انهي سكه، فلازم تحضري نفسك للطريقين عشان لما اشوف ربنا شاور في طريق، ربنا شاور على الطريق الثاني، ابقى انا ممكن ادخل في طريق الثاني وانا برضه مؤهل اني اكون اسره كويس واعيشها كويس. ولو دخلت الدير وضع ابقى كان عندي القدرة أعمل أسرة كويسة وبدخل كويس، بس أنا اللي سبت كله ده وطلعت الدير بإرادتي. فجت لما جت الفرصة بتاعت صيدلة دخلت في كلية واشتغلت في شركة أدوية فترة طويلة، وكانت يمكن في وقتها معرفش دلوقتي إيه الوضع، لكن كانت هي الشركة رقم واحد في العالم، يعني شركة إنجليزية كانت هي رقم واحد في العالم في رأس المال بتاعها وفي البيزنس بتاعها. وربنا وفق وفتحت مع الشركة صيدلية لغاية لما استقلت وسبت كل حاجة ورحت على الدير. وهل كان الأسرة سيدنا تشجيع لنيافتك للدراسة، ولا نيافتك كنت من نفسك عايز تدرس عايز تكمل؟ لا طبعا زي أي أب وأم بيفرح أن ابنه يكمل دراسة، هم مش في ذهنهم اللي أنا بفكر فيه، يعني محدش كان يعرف قصة الرهبة، أنا ما كنتش جايل عليها لأي حد غير باعترافي، لكن هم برضه لما يبقى الاب ابنه بيدرس زراعه وبعدين يحاول يخش صيدله اكيد الاب والام هيشجعوا والاسره كلها هتشجع، فكانوا بيشجعوا لكن مش فاهمين انا بفكر في ايه ولا مخطط ليه مرتب ليه. وكانت والده نيافتك يا سيدنا مامة نيافتك كانت بتشجعك جامد او كانت مأثره في نيافتك تاثير معين؟ اكيد طبعا، مش ما زي ما بقول لحضرتك الاب والام دايما يفرحوا بنجاح ابنهم وبانه يكون مستقبله افضل وحياته افضل، فكانت تشجيع من الطرفين، يعني كانت تشجيع قوي من الطرفين ويتمنوا ان ابنهم يبقى في حاجه كويسه يعني. وبعد الدراسه سيدنا جت الرهبنه ونيافتك، قلت قبل كده علاقتك بابونا ساوفيلوس، سر العلاقه القويه اللي ما بين نيافتك وابونا ساوفيلوس كانت ايه السر ده يا سيدنا؟ أبونا ساوفيلس لما جاء أنا زي ما قلت كنت في خمسة ابتدائي صغير يعني، وكان في عندنا في أبوتيش كان في أبونا تيموساوس وكان في راهب تاني، الراهب ده كان خدمته بس القداس ويصلي ويرجع على المطرانية. فلما جاء أبونا توفيلس نده علي تعالى، فجيت لأبوه سلمت عليه فقال لي أنت بتعترف عند مين؟ بعترف عند أبونا تيموساوس. قال لي ينفع القديسين يعترفوا عند ابوهم؟ لا تيجي تعترف عندنا. قلت له حاضر ابونا، وابتديت من ساعتها اعترف عند ابونا ساوفيلس لغايه لما قبل ما يتنيح على طول، هو كان عارف انه هيتنيح فقال لي انا تعبت خلاص تروح تعترف عند ابونا فلان، وحدد لي اسم بالذات، تروح تعترف عند ابونا فلان. حاضر يا ابونا. بعديها بكام اسبوع يعني برضه تنيح. راح السنه. ف هو اللي ابتدى العلاقة مش أنا، أنا كنت صغير ما كنتش لسه مدرك مين أبونا ساوفيلس، وكان أبونا ساوفيلس لسه جديد فما كانش حد يعرف عنه حاجة، لكن بعد كده لما تجربنا منه أكتر ابتدينا نحبه أكتر، إن هو في كم من الحنان والحب والمعجزات والشفافية وحاجات كتير خالص يعني له من القدرة على التأثير. لو قعد إنسان قاعد مع قاعدة واحدة بس ما بيقدرش يسيبه بعد كده، هو عنده زي سنارة كده بيصيد بيها، مجرد قاعدة واحدة الإنسان يقعد معاه تلاقيه بعد كده أدمن أبونا ساوفيلس من الحب ومن له مهابة كده، يعني قوة شخصية بمهابة ببساطة بحب تركيبة كده غريبة.
صعب تتواجد في انسان ممكن يسمع خبر يعيط وتحس انت بتتكلم مع واحد لواء قوه شخصيه ومهابه ليه كده كاريزما جميله كان. طب سيدنا في كتير قوي المشاهدين بتتساءل واحنا عايزين نعرف ايه الفرق ما بين مطران ورئيس اساقفه؟ المفروض في الوضع الكنسي دي رتبه غير رتبه، بس نيافتك رئيس اساقفه ومطران. رئيس اساقفه لان لازم كنيستنا في القدس تبقى مش اقل من باقي الكنائس، فكل المستخرجات الرسميه والاوراق بتطلع برتبه رئيس اساقفه، لكن الرتبه الكنسيه الاصليه مطران. لكن في الوضع الكنسي عموما في تدريج في الرتب، يعني بنلاقي رقم واحد البابا، بعديه او اقل منه البطرك، اقل منه رئيس الاساقفه، اقل منه المطران، اقل منه الاسقف. ده في الرتب الاسقفيه، الاسقفيه غير الكهنوت غير الكاهن يعني. فالمفروض ان المطران اقل من رئيس الاساقفه، فاحنا كنسيين بيبقى مطران، لكن في كل المستندات والاوراق بتبقى رئيس اساقفه. يعني رئيس اساقفه اعلى من مطران. المفروض. طب مفاجأة الرسامة سيدنا، ست أسامي كانوا مرشحين للكرسي الأورشليمي وربنا اختار نيافتك إنك تكون مطران الكرسي الأورشليمي، حابين نعرف يا سيدنا الحكاية من أولها لآخرها، إزاي نيافتك جيت؟ هل كانت بالصدفة يعني، أو مثلا ربنا اختار نيافتك إزاي؟ هم كانوا أحسن مني وكويسين عشان كده ربنا أنقذهم أنقذهم من هذا المطب. انا ما اعرفش مين الست شخصيات، انا اسمع رقم لكن ما اعرفش الاشخاص. الموضوع ابتدى، انا طبعا انا كنت بدرس في اليونان ليا تقريبا في حدود قرب الثلاث سنين، كان البابا بعتنا ثلاث رهبان للدراسه والخدمه هناك، فانا قعدت فتره تقريبا سنه ونص ما نزلتش اجازه، المفروض بننزل كل سنه لكن ظروف معينه ما نزلتش نص سنه زياده، فبدل ما بنزل في الصيف نزلت في شهر في اوائل شهر 2. فنزلت كان في ورقه معينه لازم سيدنا البابا يمضيها لان الكنيسه هناك اتبنت قبل ما يبقى في اسقف، فكل الماضي الاوراق بتاعت الكنيسه ومالك الكنيسه هو قداسه البابا ايام كان البابا شنوده. فحصل موضوع معين في الاوراق واختلاف معين، فكان لازم عشان يغيروه يمضي قداسه البابا برضه، مع ان كان في اسقف اترسم خلاص لكن كان لازم يمضي قداسه البابا باعتباره هو صاحب الملك. فانا نازل اجازه طبيعي، سيدنا هناك انبا بافلوس قال لي بسرعه لازم اول حاجه تخلي لنا سيدنا البابا يمضي على الورق ده، لان لو اتاخرنا فيها ندفع غرامه كبيره، الكنيسه هتدفع غرامه. فأنا نزلت من الطيارة على البطريركية على طول، ولقيت سيدنا البابا مسافر مش موجود، فقعدت ارن على ابونا انجيلوس والسكرتارية لغاية لما رد عليا بعد فترة مين، فقلت له أنا فلان معايا ورق لازم سيدنا البابا يمضي عليه، وشرحت له الموضوع. فقال لي طب احنا هنرجع بعد يومين، قلت له لا مش هينفع يومين، عاوز بكرة لازم أشوفه، كان بالليل خالص، بكره لازم يمضي سيدنا الورق عشان ابعته لهم بسرعه عشان يلحقوا وما يبقاش فيه الغرامه. قال لي خلاص بكره تيجي في دير انباب شوي هيكون سيدنا في المقر في لوس. نيافتك رحت الانباب شوي؟ رحت بسرعه ثاني يوم من بدري خلاص، رحت على الانباب شوي وقابلت سيدنا البابا بعد ما مضى كل الاوراق وقال لي ايه ظروف الورق، فشرحت له ده سيدنا بتاع كذا وده كذا وبعد المضى ركن الاوراق وابتدى في اسئله كتير، انا فهمت ان في حاجه، ان اسئله مش تقليديه يعني، اسئله تقليديه الخدمه عامله ايه، الدراسه عامله ايه كده يعني، لكن ما تبقى الاسئله انت اترهبنت سنه كام، طب انت دخلت الكليه ازاي، طب اسرتك فيها كام فرد، طب مين اخواتك وظائفهم ايه، في اسئله كده بتاح ان في حاجه مش حاجه جايه في حاجه يعني في فكره معينه يعني، جاني احساس بس ما فهمتش على ايه بالظبط يعني. لغايه لما بعد مجموعه اسئله كبيره راح سيدنا بابا جاي لي الخبر على طول يعني كده، فكر في كذا 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 كذا، طبعا كان بالنسبه لي
مفاجأة كبيرة، لأني شعرت أني لسه بقى يعني أنا لسه ما عملتش أي حاجة، ولسه الدراسة قدامها وقت، ومسؤولية يعني أسقفية العادية مسؤولية كبيرة خالص خالص، فما بالك لما تبقى في القدس والتعامل مع سياسات مختلفة. احنا في القدس بنتعامل مع 3 دول، بنتعامل مع إسرائيل، بنتعامل مع فلسطين، بنتعامل مع الأردن، 3 دول. من ناحية الكنائس أنا بتعامل مع مجموعة كنائس حوالي 14 طائفة، كتير أوي، منهم 3 كبار والباقي كلنا يعني. فأنت بتعامل مع أعداد وأشكال وأطياف مختلفة وفكر مختلف وسياسات مختلفة، وعامل زي اللي بيمشي على الحبل ومش عاوز يجي على شمال ولا يمين. فموضوع صعب وحساس، والكلمة فيها حساب، يعني كل كلمة لازم تطلع بالمقاس لأني ممكن تعمل مشكلة. فمكان حساس، وأنا ماليش في القصة دي يعني، لا أنا دخلت في سياسة قبل كده ولا دخلت في بروتوكولات قبل كده ولا لي علاقة بمسؤولين قبل كده. فطبعا حاولت أعتذر لسيدنا البابا بكل الطرق، سيدنا مش كده القصة دي، قلت له أنا قزم يعني على مسؤولية زي كده، الموضوع صعب. فابتدى سيدنا البابا كل ما اقول له مبرر او اقول له عذر يطلع لي ليه مبرر، كل ما اقول له عذر يطلع لي مبرر. في الاخر لما لقينا انا مصر، قال لي طب احنا نصلي ونصوم 3 ايام وربنا يختار الصالح، اشوفك تاني. فعلا رحت الدير، ما قلتش لاي حد خالص، ولا حتى اب اعترافي ما قلتلوش اي حاجه، على اعتبار اني شعرت اني ممكن ما تحصلش. مع المجادله الكثير مع سيدنا حسيت اني ممكن خلاص هشوف حل تاني يعني، حسيته زهق مني. فشعرت ان انا نجحت اوصل. رحت صليت ورجعت له في الميعاد اللي كان سيدنا حدده، فبيسالني ايه الاخبار، صليت؟ قلت له صليت سيدنا. استريحت؟ قلت له بصراحه لا يا سيدنا ما استريحتش. فقال لي يعني؟ قلت له سيدنا يعني هقول ان قداستك حاجه، احنا علمونا نحترم الأب الروحي ونقول له حاضر، بس قبل ما أقول لقداستك حاضر لازم أقول لك كل اللي جواي. ورحت قعدت أقول له كل البنود بطريقة شعرت أنه خلاص ابتدى يقتنع شوية، أن خلاص يلغي الفكرة يعني. بعدين قال لي طيب أنا بلغت سيدنا أم رفايل، كان هو ساعتها سكرتير المجمع، قال لي بلغت أنبا رفائيل هيقعد معاكم كلكم ويعمل لي تقرير. فمشيت فرحان خلاص الموضوع شبه خلص يعني. فعلا لقيت سيدنا أنبا رفائيل بيتصل بيا السكرتيرية بتاعته، وسيدنا عاوزك يوم كذا الساعة كذا. حاضر. فجيت لسيدنا أنبا رفائيل قعدنا مع بعض، وفي البداية اداني كده 4 ورقات فيهم كل الداتا عننا أنا وعن الأسرة وتفاصيل كتير يعني، وفي نص ورقة كده فاضي في الآخر. فكتبت جاوبت كل الأسئلة في أوضة جانبية عشان هو كان معي اجتماعات كتير والناس مقابلات يعني، جاوبت كله. ورحت في الآخر في النص ورقة كتبت له عيوب شخصية 1 2 3. كيف كنت رافض بكل الطرق يعني؟ الموضوع مش سهل أصلا، في يعني احيانا البعض بيشوفوا ان دي مجرد كرامه، لكن لا يعني انا كنت قريب من الاساقفه فعارف مسؤوليه. عشان ابونا كان وكيل مطرانيه وكنا قريبين من سيدنا، واساقفه كتير بتيجي يعني كنا قريبين، فالواحد شايف الالم اللي هم فيه والتعب الاسقف بيبقى فيه، مش ببصلها من بره والناس بتقول له الحان والناس بتبوس الايدين، لا مش ببص كده. كمان يمكن عشان ابونا برضه كان وكيل، فجزء من شغل الاسقف بيبقى عند ابونا، فبنشوف التعب والارهاق والالم اللي بيبقى في مواقف كتير ومشاكل كتير يعني ما بتخلصش. عشان كده كنت عارف يعني المسؤوليه شكلها ايه يعني، فاهمها. فقعدت مع سيدنا أنبا رفائيل بعد كده، جرى الورق وقلت له فكره انتوا ناسيين جزء في اخر ورقه، فانا كملته للنيابه. فبص فيه وقعد يضحك وقال لي جيد للراهب ان يعرف عيوبه، ده قول مكتوب في البستان يعني، بستان الرهبان.
وخلاص خلصت القعده وانا مقتنع ان خلاص ايه يعني الموضوع كل الطرق مقفوله خلاص يعني خلاص يعني هرجع تاني الدراسه وهكمل دراسه وكده. فوجئت بعدها بكم يوم لقيت سيدنا امبارسوس رئيس الديره المطونس عندنا بيتصل بي ان انا كنت بره الديره عشان نازل اجازه اخلص حاجات وكده. فبيتصل بي الف مبروك الف مبروك يا سيدنا الف مبروك في ايه؟ فقال لي اترشحت عشان عشان القدس رسمي يعني. قلت له لا يا سيدنا ارجوك الموضوع ده ما فيهوش هزار قول لي بجد. فقال لي طب خمس دقائق وهرد اتصل بيك تاني. طبعا رجلي خبطت في بعض. ف كل اللي عملته اني افتك خمس دقائق وراح متصل بيا تاني قال لي لا ده هم باعتين لنا ايميل رسمي على كل اعضاء المجمع المقدس بيقولوا ان فلان اترشح اللي عنده اي اعتراض يبعت يعني لسكرتارية المجمع. طبعا بيبقى شبه يعني مش بقول مش اجراء روتيني لان دايما الاساقفة بتبارك على خطوة او اقتراح البابا او اختيار البابا لان بيبقى البابا عارفين ان البابا درس الموضوع كذا مرة وقعد مع اشخاص كتير وتناقش في تفاصيل فكل الثقافة تعرف راح بشكلها لكن ما تعرفش تفاصيل الشخص إلا لو واحد عارف تصرف معين هيعترض. لكن أنا كنت يعني ما علاقتي كانت محدودة بالثقافة لأني كنت ماسك مع أمبيوسوس فترة في المقر فكن بسلم عليهم بنشوفهم في جنازات في أفراح كنت بروح مع المناسبات دي لكن ما كانش لي علاقات عميقة يعني بالآباء. فطبعا كانت بالنسبة لي مفاجأة وبرضه كنت حاطط أمل إن ممكن تحصل أي حاجة لكن للأسف ما حصلش أي حاجة ما حدش اعترض مع الأسف بالعكس أنا كنت في المقر ومبتدوا الآباء الأساقفة يجوا يباركوا لسيدنا فسيدنا يبعت لنا كنت في السكن فوق في المقر فأنزل في الصالون عند سيدنا وأنبا فلان جاي عشان يبارك أنبا فلان جاي عشان يبارك كده نفسك اتأكدت إن حاجة من ربنا خلاص ابتدينا بعد كده سيدنا طبعا لأن بعد يعني بعد الأسبوع بيدي أسبوع للي عاوز يعترض بعد الأسبوع بيبقى مثلا في يومين ثلاثة وبعدها الرسام فما في مش هتلحق تفصل لبس واللبس بياخد وقت البرنس والمش عارف العمام والكلام ده فابتدى أنبا يوسوس بقى ياخدني ونروح نفصل هنا ونروح مش عارف نجيس هنا ونروح ايه في نفس الوقت اللي هو لسه اسبوع شغال لغايه لما خلص الاسبوع وبعد كده سيدنا البابا بعت لي السكرتيريه اتصلوا بيا تيجي تقابل سيدنا البابا فرحت مع سيدنا امبيوسوس وقابلنا وقال لي بقى التفاصيل بقى وقعد خلاص ما حدش اعترض فقال لي خلاص الرسامه يوم كذا والتجليس يوم كذا وابتدى بلان وابتدى يكلمني عن الدول اللي انا مسؤول عنها دوله دوله ودي ظروفها ايه ودي ظروفها ايه ودي ظروفها ايه وكده واداني نصايح كتير يعني مسجلهم وحاططهم قدامي في يعني ببص فيهم كل شويه البنود اللي سيدنا ركز عليها بس وحصل بعد كده حصل اللي حصل احلى حاجه سيدنا. طب ونيابتك لما رحت سيدنا لما كنت قبل كده رحت القدس نيابتك لما كنت كانت اول مره ولا كنت احلم اني اروح القدس كان خلاص حلم يعني حلم مش في الخيال ان حد يروح القدس زي كل الاقباط اللي في مصر وبره مصر كان كلهم يعني خلاص من كتر ما هي وقفت كل الناس حطت في مخيلها ان ده موضوع مستحيل. مش هيحصل يعني طب كان شعور نيابتك ايه سيدنا لما شفت القبر المقدس يعني خدنا كده في رحله سيدنا مع نيابتك الأماكن الموجودة هناك الكنائس اللي موجودة هناك شعور الإنسان لما بيقف قدام القبر المقدس دي حاجة كبيرة قوي. يعني سيك من شعوري أنا خليك في شعور أي حد هيزور لأن أنا طبعا أول مرة أدخل القبر المقدس كنت في الدخلة الرسمية اللي بندخل فيها من منطقة اسمها باب الخليل بندخل بموكب رسمي كبير خالص وفي الكشافة وفي مطارنا وكل الكنائس ممثلين لكل الكنائس ومطارنة الكنائس وقصة بتبقى كبيرة وكل الشعب يمشوا مسافة حوالي مثلا 2 كيلو ولا حاجة لغاية لما يوصلوا كنيسة القيامة موكب رسمي وبتلاقي كل انت بتتاخد في وسط الجموع داخلة كذا داخلة كذا طالعة من كذا ف ما بتبقاش
بالذهن الصافي بتاع اي حد بيزور. طبعا طبعا تبقى بروتوكولية اكتر يعني. لكن اي حد بيزور طبعا ودي بسمعها من رحلات كتير اللي بيجوا وخصوصا لما يبقوا ناس كبار في السن سواء رجال او سيدات، لكن اسمع نفس تعليق من ناس كتير منهم ان اول ما بندخل القبر ما بنعرفش نسيطر على دموعنا، بنلاقي الدموع نزلت لوحديها. مكان طبعا ليه هيبة وليه وقار. المسيح كان نايم هنا، تخيل مشاعر المسيح كان نايم هنا، فبتبقى ليه جو خاص وليه مهابة خاصة. طبعا ده بالنسبة للقبر، لكن كنيسة القيامة نفسها فيها حاجات كتير، فيها مكان الحبس بتاع المسيح، ودي دورة احنا بنعملها يوم الجمعة العظيمة. لينا تقليد خاص في الجمعة العظيمة للكنيسة القبطية في القدس، وليها كتاب خاص بيها. بعد ما بنخلص خالص الجمعة العظيمة والدفنة ونخلص وأمين الليل وياه، ما بنمشيش من الكنيسة، بنقعد داخل كنيسة القيامة، بنبقى مجهزين سندوتش صغير كده لكل اللي حاضرين، وبعدين نبتدي دورة كبيرة مدتها ساعتين بنصلي فيها صلوات داخل كنيسة القيامة في كل مرحلة، 8 مراحل. yeah. البنات بنلبسهم عاملين لهم زي مش تونيا لكن حاجة زي كده مطبوع عليها صورة المسيح المصلوب، ويبقوا حافظين ترانيم الحزيني وعاملين بامفلت كده، ويبتدوا الخرس الشمامسة والبنات الخرس يقول لحن والبنات يقولوا ترنيمة ما بين المراحل. وفي كل مرحلة نصلي وشيت إنجيل وإنجيل من الكتاب بتاعنا ده، ووعظة من 3 لـ5 دقايق حاجة سريعة على المكان يعني. بنبتدي أول حاجة بحبس المسيح، بعدين بنطلع على هيكل لينجينوس قائد 100 اللي طعن المسيح، بعدين بنروح هيكل اسمه هيكل تقسيم الثياب اللي هم جسموا فيه ثياب المسيح، وبعدين بنروح هيكل تاني اسمه حجر الاستهزاء اللي هم قعدوا على المسيح وقعدوا يستهزئوا بيه، وبعدين بنروح نطلع الجولجوسة فوق المكان اللي كان فيه الصلب كان فيه الصليب، وبعدين ننزل تحت على حجر التطيب اللي حطوا عليه سن المسيح وحطوا عليه الأكفان والأطياب، بعدين بندخل القبر نفسه نصلي جواه ونقرا الإنجيل، بعدين نرجع عند الهيكل بتاعنا نصلي يعني المفروض بيبقى فيه الإنجيل الأخير أو الصلاة الأخيرة. ده كده رحلة حلوة قوي، أمال اللي بيروحوا هناك يا بختهم. ده بيبقى يوم الجمعة العظيمة، يعني بنخلص في طقس كنيسة القيامة الساعة 5، الجمعة العظيمة تخلص، نبتدي من 6 لـ8 الدورة دي تاخد في حدود الساعتين، نريح من 8 ننزل نبتدي 11 ليلة أبو غلامسيس وهكذا، نخلص ليلة أبو غلامسيس الساعة 8 الصبح، ننزل تاني الساعة 11 أو 11:30 ونطلع على كنيسة القيامة عشان النور المقدس، نخلص النور المقدس مثلا بيخلص في حدود الساعة 3:30، نرجع تاني عشان القداس بتاع ليلة العيد بعد كده، وبعد كده خلاص الأسبوع بيبقى خلص كده أسبوع الألام بالأسبوع العيد. لكن هناك في بروتوكولات المعيدات، المعيدات ليها بيتعمل جدول، بيبقى في اجتماع لكل الكنائس بنجتمع مع بعض وبيتحط جدول للمعيدات، احنا هنروح نعيد على بعض، دايما بنتجمع عند بطرك الروم نعيد كلنا على بعض، وبعدين بتبقى كل طائفتين يعيدوا على بعض، يعني احنا نروح للفرنسيسكان الفرنسيسكان يجولنا، احنا نروح للسوريان السوريان يجولنا، احنا رحنا لبطرك الروم مع بعض، بطرك الروم بيبعت جروب يجي يعيد علينا، والارمن وهكذا، كل الطوائف بنبتدي نعيد على بعض كده. نبقى خلصنا كده يبقى خلص بعد كده بناخد لنا حوالي 2 أو 3 في المعيدات وخلص بعد كده. بعد اذن يفتك يا سيدنا هنخرج فاصل ونرجع تاني. اعزائي مشاهدي قناه اغابي هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. أعزائي مشاهدي قناة أغابي رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا بنيافتك معانا سيدنا. أهلا بيك. المشاكل اللي بتقابل نيافتك في القدس سيدنا، مشكلة دير السلطان، دير السلطان كان حق لينا واتاخد مننا، إيه الإجراءات اللي شغال فيها سيدنا علشان ممكن حاجة زي كده ترجع لنا؟ دي حاجة كبيرة قوي.
اهميه دير السلطان انه تقريبا بيمثل هو مساحته 1800 متر قبل القرن السادس كان جزء من كنيسه القيامه، مبنى كنيسه القيامه، والمبنى بتاع كنيسه القيامه وقع في القرن السادس وتمت اعاده البناء، لكن قسموها بعد كده صغرت كنيسه القيامه وانفصلوا عنها دير السلطان. انفصل من فوق الارض، لكن تحت الارض من داخل كنيسه القيامه بندخل مغاره الصليب، مغاره كبيره اللي هي اكتشفت فيها الملكه هيلانا الصليب. فيعتبر البدروم بتاع دير السلطان مغاره الصليب. فهو لهم الاهميه، اهميه كبيره، يعني هو يعتبر جزء من كنيسه القيامه. نتيجه العلاقات بين مصر واسرائيل اللي كانت تدهورت من 67 طبعا، والحروب 67 و73 الى اخره، ونتيجه وقفه الكنيسه مع حكومتها، مع الحكومه المصريه، فكان الاتجاه لمعاقبه مصر والكنيسه القبطيه من خلال دير السلطان. وتم اخذ دير السلطان بحراسه من الشرطه الاسرائيليه، تم تغيير الاقفال، تغيير المفاتيح، وتم تسليم الدير للكنيسه الاثيوبيه. ما سكتش الانبا باسيليوس اللي كان المطران في ذلك الوقت سنه 1970، لان هم اختاروا وقت عارفين ان هيعمل اللي هم عاوزينه ومحدش هيكون موجود، ان اخدوه في وقت اولا مفيش علاقات مع مصر، ثانيا اختاروا وقت قداس عيد القيامه اللي هو كل الرهبان وكل الشعب وكل الشمامسه داخل كنيسه القيامه، فما فيش حد في الدير امبنطونيوس بتاعنا اللي هو جنب دير السلطان ولا داخل دير السلطان. فغيروا وعملوا وخلصوا، وجن مطران يطلع بعد قداس، يعني اول ما وصل له الخبر حد معدي شاف الموقف وصل له الخبر، كان لسه في بدايه قداس، فطلع باللبس بتاعه وبالبرنس والتاج وحاول يدخل دير السلطان، ما قدرش يدخل دير السلطان، الشرطه اللي منعته، ولف من بره عشان دخل من ناحيه الدير بتاعنا من البوابه اللي احنا معانا المفتاح بتاعها حاليا، ودخل جوه دير السلطان، وللاسف رهبان اثيوبيين اعتدوا عليه بالضرب بعصايه بمسمار، فتحوا دماغه. واللي حكى لي القصه دي حد كان واقف في الموقف وقال لي ان كان في دكتور جاي بيحضر معاهم العيد بالصدفه من امريكا، عمل له غرز وخيط له مكان الجرح وكده بعد ما طهره، ولفه له بشاش ولبس التاج فوق الشاش عشان يصلي يكمل باقي قداس عيد القيامه. بعدها لما خلصت الاجازات لان العيد وشم النسيم وكده، فبيبقى هناك في الدنيا موقوفه، لان بيبقى نفس الاسبوع بتاع البسخه بتاعت اليهود. فبيبقى كل المصالح واقفه ان هم الاعياد بتاعتهم مش بياخدوا اجازه يوم ويومين، بياخدوا بالاسبوع بالعشر ايام كده. فبعد ما ابتدى الشغل على طول رفع قضيه أنبا باسيليوس سنة 70، حكمت سنة 71 في مارس 71 بثلاث أحكام أو ثلاث قرارات. القرار الأول إعادة الحيازة للأقباط بموجب الوثائق اللي موجودة معهم، إن أنبا باسيليوس قدم وثائق كتير موجودة عندنا من 1600. الأحباش ما عندهمش وثائق وكانوا بيدعوا أمام القاضي ان كل الوثائق بتاعتنا جامد حريقه في الدير واتحرقت كل الوثائق، يعني اي كلام بس ما فيش هيقولوا ايه. الحكم القرار الاول اعاده الحيازه للاقباط، القرار الثاني تغريم مدير عام الشرطه، لان الشرطه الاسرائيليه جت احنا ملناش دعوه، احنا ما عملناش حاجه، وبالصدفه احد الموجودين في ذلك الوقت وشاف الموقف صور صوره بكاميرا، كانت ايامها الكاميرات البسيطه دي، صور صوره للشرطه وهي محاوطه الباب والاحباش بيغيروا الاقفال. انبا باسيليوس لما قائد الشرطه قال احنا مالناش دعوه، فانبا باسيليوس طلع له الصوره قال له، فحكمت المحكمه بتغريم مدير عام الشرطه اللي هو زي وزير الداخليه حاليا، او وزير الشرطه، لان هناك فاصلين الداخليه عن الشرطه، وزير الشرطه، وغرامة مطران الأحباش لارتكابهم أعمال منافية للقانون. رقم ثلاثة، ودي هي المشكلة لأن في ناس كتير مش فاهماها،
هناك أماكن الصلاة المشتركة كتير، فبتحصل احتكاكات بين الطوائف نتيجة إن كل واحد دي معاد ممكن يطول في الصلاة بتاعه، ممكن يدخل بدري، ممكن يطلع متأخر، يعني حاجات زي كده. وفي كنائس ورا بعض، ده عنده دورة بعد ده هيعمل دورة، وهكذا حاجات زي كده. فمن سنة 1924 أيام الإنجليز حطوا قانون في الدستور إن النزاعات بين الطوائف في الأماكن الدينية تفصل فيها الحكومة وليس المحكمة. بمعنى إني أنا تأخرت في الصلاة، هيجي اللي هيلف الدورة بعدية أو هيصلي بعدية يرفع قضية ولا يروح يبلغ الشرطة، الحكومة يعني اللي هي الشرطة اللي متمثلة في الشرطة. فأنا تأخرت في الصلاة بيروح يبلغ الشرطة، خلي بالك أنا المفروض أدخل دلوقتي ولسه ما خلصش. فبيدخل الشرطي الضابط بتاع الشرطة بسرعة يقول لك لا أنت خلص عشان اللي بعديك ميعاده الدخول بتاعه. فهم حطوا عشان ما حدش يلتجئ للقانون بعد كده أو للقضاء، حطوا قانون ينظم القصة دي. فجت إسرائيل راحت حاطة دي تحت دي، إن ده نزاع بين طائفتين والمفروض تفصل فيه الحكومة مش المحكمة. لكن ده مش نزاع بين طائفتين، ده انتزاع ملكية، يعني ده حد بينتزع ملكية مكان من التاني. فهم أخذوا القانون ده ستار لأن هم يسيسوا القضية كلها وتبقى مسيسة، يحكمها المصالح السياسية مش يحكمها الأوراق والأسانيد والكلام من ذاك. لأن من ناحية الأوراق احنا معنا أوراق كتير، من هم ما عندهمش أوراق خالص، فهم يخرجوا من دي ازاي؟ يحطوها في صورة تانية. بس دي القصة. فالقصة محتاجة تدخل سياسي وليس تدخل قانوني عشان قصة دير السلطان تتحل. ودلوقتي سيدنا ايه الاجراءات اللي اتخذت علشان مشكلة زي كده لغاية دلوقتي؟ ناحية أنبا باسيليوس رفع قضيتين تاني بعد كده، لكن المحكمة أصرت في القرارات بتاعتها ان حسب قانون 1924 نحن ليست جهة الاختصاص، جهة الاختصاص الحكومة. فشوفوا حكايتكم مع الحكومة. يعني طبعا موضوع سياسي صرف. يعني من ناحية احنا بنعمل ايه، مصر في ظل علاقاتها المحدودة شوية مع اسرائيل بتبقى الحركة مش مفيهاش حرية كاملة لحل المشكلة، ولكن نحن بنتطلع برضه ان هناك بالرغم ان احنا مفيش علاقات كويسة لكن في مصالح، احنا محتاجين حياة من عندهم هم محتاجين لنا. فاحنا بالرغم ان في العلاقات مش كويس، في توتر في علاقات، لكن بنتعامل مع بعض بانت ليك كذا طب انا اديني كذا كده. يعني الدولتين بيتعاملوا مع بعض بهذا النطاق. فاحنا بنتطلع ان يدرج دير السلطان من ضمن العلاقات المشتركة في او المصالح المشتركة، لان ده خسارة. يعني اللي انا عاوز اقوله ان يعتبر نحن الكنيسة العربية الوحيدة داخل كنيسة القيم. فبانتزاع الملكية بتاع دير السلطان من الكنيسة القبطية اصبح لا يوجد مكان للعرب داخل كنيسة القيم، بخلاف التخت بتاعنا او المكان الصغير بتاعنا اللي موجود داخل كنيسة القيم. فان كان اسرائيل عاوزة تنتزع العرب كله فلا بد ان يكون في وقفة، لازم نتحرك عشان المشكلة تتحل. منتظرين وربنا يتدخل. طب وفي لحظات صعبة يا سيدنا اكيد قابلت نيافتك في مشكلة دير السلطان لما الشرطة الاسرائيلية تعدت على احد رهبان نيافتك؟ كان شعور نيافتك ايه ان في احد رهبانك بيعتدى عليه زي ما اعتدوا على سيدنا زمان؟ بس ده كان قدام يعني قدام نيافتك. هو مع الاسف انا يعني طبعا كنا احنا متكتلين قدام الباب مجموعه كبيره من الرهبان، فانا هما بيشدوا واحد واحد، انا ما شفتش اللي بيحصل مع الرهب ده خالص. يعني من التكتل اللي احنا وهما، فانت بتبص على ده وتبص على ده وتبص على ده اللي بياخدوا واحد واحد، فما شفتش الحدث بتاع ابونا ده خالص في وسط الزحمه اللي كانت موجوده ساعتها وتكتل الشرطه والجيش اللي كان موجود. لغايه لما بقيت انا واقف لوحدي والرهبان واقفين بعيد، فبسأل واحد فيهم
كله كويس، فقال لي لا ده اخده ابونا فلان. فرحت على طول متصل بالسفير المصري، قلت له اخده ابونا فلان، وكنت متابع معاه طبعا طول الوقفه لان كلمته كذا مره. فهو اتصل بسرعه وقال لهم لازم يطلع، ويطلع بسرعه وبكلام حازم يعني. وفعلا في خلال ربع ساعه طلع ابونا من الحبس اللي هم كانوا عاملينه فيه داخل نقطة الشرطة. كان لازم نقف وقفة لأني ما كانش المستهدف ترميم الحجر اللي وقع بس، كان المستهدف ترميم الكنيسة كلها، ومن بعد الكنيسة كان ترميم الدير كله. وده احنا ما عندناش اعتراض عليه، لكن اعتراضنا ما ينفعش ده يتعمل قبل ما يبقى فيه تصفية للمشكلة الكبيرة. لما كانوا عملوا لقاء عند بطرك الروم، كان بحضور وفد من عندنا احنا من مطارنا، كان بعتهم سيدنا البابا ومن الشخصيات الأرخنة اللي في الكنيسة، وكان بحضور المطران الأحباش ووفد من الرهبان اللي معاه، وبحضور وزارة الأديان الإسرائيلية لأن هي كانت اللي طالبة عمل اجتماع، وهي اللي بتلح في موضوع الترميم. فكان طلبهم الأساسي إن احنا لازم توافقوا عشان ترميم الدير. فكان بيتكلم نيابة عن الوفد بتاعنا، كان نيابة أنبا يوسف أمريكا، فقال لهم احنا ما عندناش اعتراض على الترميم، لكن الترميم يبقى مرحلة أو خطوة من ضمن عدة مراحل لحل المشكلة دير السلطان كامل، لكن عشان أفصل الترميم عن المشكلة الكاملة ما تنفعش، احنا معترضين مش موافقين. فطبعا هم محتاجين عاوزين يفصلوها عشان لما رمم الدير كله يبقى انا ريحت الرهبان الاحباش، وبعد كده المشكله تظل ازليه ابديه يعني. بس فكان لازم نقف عشان الترميم يقتصر على الحجر اللي وجع بس، مش يتوسع فيه. ونجحنا ان احنا ناخد امر قضائي من محكمة عاجلة هناك ان يتم اقتصار الترميم على الحجر اللي سقط بس، ولو تعدى الترميم هذا الحجر المهندس، احنا كان عندنا مهندس بيتابع الشغل يعني، من ضمن قرارات القاضي ان من حقنا ان المهندس من عندنا يدخل في اي وقت يتابع الشغل، وده كان طلب لينا اساس عشان ما الباب مقفول ممكن يعمل اللي عاوزينه جوا احنا ما نحسش. قال له لو لقيتهم تعدوا الحجر الحياة اللي احنا اتفقنا عليها في القضية تعالى بلغني وانا اوقف العمل حالا. يعني الاجراءات مكملة دلوقتي سيدنا؟ لا ما خلص، خلاص ترميم الحجر وخلص القصة، بس انا اقصد ان في اجراءات دلوقتي مكملة لحل هذه يعني لحل مشكلة دير السلطان لغاية دلوقتي. ما لسه الدنيا واقفة يعني، محتاجين يعني محتاجة تدخل كبير، مش محتاجة مجرد النقاشات الصغيرة دي مش هتحل حاجة. طب نرجع لنيافتك يا سيدنا، شخصية نيافتك وعلاقة نيافتك بالبابا شنودة مثلث الرحمات بابا شنودة الثالث. يعني نيافتك كنت بتقابله لما كنت راهب أو تكلمتوا مع بعض؟ أكيد يعني كانت بتبقى سلامات سريع. بس يعني أخذ بركته في المواقف، لأن كنت بروح مع أنبا يسطس في بعض الأحيان، ومن زمان يعني من وانا صغير كنا بنروح خلوات مثلا في الدير انباب شوي، كنا ممكن نقابل سيدنا بابا. رحنا كمجموعه كشافه، كان في شغل هناك في مره، ورحنا عملنا شغل وهو كان بالصدفه طالع من المقر وماشي على رجليه رايح يقابل وفد معين، فقابلناه وقعد يحكي معانا وسلم علينا وشافنا واحنا بنشتغل وكده. فكانت سلامات لكن مش بصفة شخصية يعني كعلاقات، لكن في وسط المجموعة في وسط. لكن طبعا من الشخصيات اللي كنت أحبها جدا وأحب كتاباته وعظاته جدا يعني. قدس بابا شخصية فريدة بإمكانيات صعبة تجتمع في شخص واحد، فكان يعني ما أعتقدش إن في حد ما بيحبوش. مش أنا الشخص، مش أنا الوحيد اللي بحبه، كل اللي يعني اعتقد مصر باختلاف اطيافها بتحبه يعني. تمام. طب وسر العلاقه الشديد ما بين نيافتك والبابا توادروس،
احنا دايما بنحس ان في علاقة جيدة بمحبة بحب يمكن عشان سيدنا البابا راح وشاف اللي هناك وشاف الوضع هناك ايه، فمشفق عليا في اللي بيحصل في الوضع اللي هناك يعني. لا يعني هي طبعا اصل ابروشيه القدس مش ابروشيه عاديه يعني، حملها تقيل شويه. فبرضه هو طبعا كأب وكمسؤول في نفس الوقت بيبقى عايل هم ابنه اللي هو المفروض ان بمثله هناك قدام الجهات يعني قدام كل الاطياف، فدايما بيحب يطمن على تفاصيل امور كثيره ويسال. لدرجه في مره افتكر قعدت مع سيدنا البابا يمكن 3 ساعات الا تلت في لقاء واحد، حوار في يعني في بنود كتير كتير خالص. وحتى قال لي انا يعني مبسوط من القعده اني فهمت حاجات كتير ما كنتش عارف احط ايدي عليها يعني. فسيدنا البابا اب ومسؤول وبيتابع كل حاجه، هو طبعا يعني مستوى عالي خالص في الإدارة، فهو حابب يتابع كل حاجة وعنده خلفيات كل حاجة بتفاصيلها. فاحنا ما نستاهلش المحبة بتاعته، بس سيدنا محب يعني. احنا بنشكر نيافتك كتير سيدنا على وقت نيافتك، وبركة كبيرة لنيافتك تكون موجود معانا النهاردة، وكل مشاهدين فرحانين واحنا كمان فرحانين. بنشكر نيافتك كتير سيدنا على البركه دي. شكرا شكرا مريم، ربنا يخليك. ميرسي سيدنا. اعزائي مشاهدي قناه اغاوي في كل مكان، انتهت حلقتنا النهارده، واستنونا المره الجايه في لقاء جديد مع اسقف جديد.